احنا مديريتنا 1625 تقريبا، ما يعني تقريبا نعم. هذا العدد اللي هو بالمديريه مالتنا، مقسم طبعا قواطع الكرخ والرصافه. اللي تتابعيهم انت ايش قد؟ كلهم؟ كلهم قواطع الكرخ والرصافه. متابعه من قبل مشرفات انا وزعت او مسؤولات بما نسميهم احنا. يعني على جنابك قواطع مسؤوله عن 1625 تقريبا، ما يعني يخلي العدد تقريبا. منتسبات. اكثر المهام اللي تتكلف بها مديرية حماية المنشآت والشخصيات، شنو أكثر شيء؟ احنا يعني بالنسبة لمديريتنا، بالإضافة إلى الواجب اللي مكلفة به المنتسبة اللي هو حماية الهدف. الهدف خلينا نوضح اللي هو كان مؤسسة حكومية. مؤسسة حكومية نعم. اللي هي تكون متواجدة بها المفتشة، يكون عدد واحد أو اثنين، تحمي المديرية من العوارض اللي تحدث، خلينا نقول الإرهاب بصورة عامة، من تدخل المراجعة والمراجعات، هم بتفتيشها بصورة عامة حتى تدخل مؤمنة. طيب. إلى المؤسسة. سيطرات ما تتعرضون إلى مضايقات، تحرش، إساءة، كون يعني المرأة دخلت مؤخرا في سلك الأمن؟ قد يكون أكو هذا الشيء متواجد. أنا شخصيا ما تعرضت لهذه الأمور، لكن أنا أنقل لك معاناة مثلا المنتسبات اللي أنا هم دائما أتابعهم في بعض الأحيان. شنو أكثر شيء تأذن من عند المنتسبات؟ يعني هو قول نظرة المجتمع لهذا الفكرة اللي موجودة كمنتسبة، بعضهم يعني متخوفات انه يقولن هن يعني هن احنا يعني وين نداوم كمنتسبة تمام، حتى عند اهلها حتى اقاربها بالمجتمع، فيكون صعب عليها حتى ارتداها للزي العسكري يكون صعب. لكن احنا بما انه ضابطات وتحدينا يعني شوية، خلينا نقول تحدينا المجتمع، وطبعا هذا التحدي اطانا يا دعم يعني اهلنا اقاربنا حتى نواجه المصاعب. يعني جنابك من دخلتي السلك الأمني ما واجهتي رفض من المقربين؟ لا. من أهلك؟ لا ما واجهت أي يعني عارض على هذا، بالعكس أنا والدي شجعني على هذا الموضوع ورأسا يعني وافقت أنه أنا أقدم على هذا. شنو قضية أداء التحية؟ ليش ما يدوكم التحية الرجال؟ مجتمع ذكوري شوية ظالم. يمكن بالنسبة لكم. يمكن هذا الشيء أكثر شيء هو الموضوع اللي قاهرنا. ويعني يجوز سوء فهم، سوء تعامل، يعني المفروض هو يؤدى. بس المفروض يصير توجيه من السيد وزير الداخلية. طبعا أكيد. إنه يؤدى التحية للضابط النسوي. طبعا. كون هو يحمل مرسوم جمهوري. حتى تساوى مع الرجل. ويحمل مرسوم جمهوري. نعم طبعا. نفس الرتبة ماكو فرق عن. لا الرجل. طبعا أكيد صحيح. ماكو. إحنا نأخذ تحية للضباط أعلى من عندنا طبعا عمداء وعقداء. بالعكس من لا نتذمر ولا نضوج ولا ننقهر، ولا بالعكس هذا واجبنا إحنا. من تدخل على ضابط رتبة أعلى من عندك لازم تأدي له التحية. المهام اللي بيها تفتيش منازل. أي. العنصر النسوي إذا كان ضابط أو منتسب شنو ينفع المهمة؟ تعرف أنت مجتمعنا يعني ما يتقبل في بعض الأحيان يدخل مثلا أثناء التفتيش المنازل أو مداهمة المنازل، خلينا نقول الرجل يدخل إلى المزنين أكو نساء في البيت، فإحنا بما أنه حماية المنشآت صار عندنا موقف بهذا الموضوع وخلينا منتسبات يشاركن أثناء المداهمات اللي تحدث في المنازل. فد موقف طريف صار وياك في العمل من خلال عملك؟ والله ماكو أي موقف. موقف شفتي يؤذي عملكم أو يحبط معنوياتكم؟ إيه يعني هو في بعض الأحيان موضوع التحية شوية يقهر أو يحس في القلب، يعني لأن أنت رافعة أو يعني خلي على كتافي مرسوم جمهوري، يعني تقول ليش المنتسب ما يأخذ التحية؟ هذا الشيء. الثاني مثلا اقول لك انقهر اذا المنتسبه مثلا تنظلم او تتاذى في موضوع فمحتاجه الى مساعده، فاني ابادر بهذا الشيء حتى اقدر اساعدها وما احد يعني. طموحك وين؟ طموحي اللي وين توصل؟ يعني اتمنى اوصل في مستوى انه حتى المجتمع اولا حتى المجتمع يتقبلنا حتى يصير عندنا طموح، بس انا طموح ان شاء الله يكون اعلى. شنو الرتبة تتمنيها؟ كلها تتمنى انه اكو ضابط او منتسب. شنو الرتبة تتمنيها؟ والله اذا الله وصلنا للواء الحمد لله والشكر. حلو اذا يصير لواء ضابط نسوي، حلوة جديدة عليه. طبعا جديدة، وطبعا هو فد اكو احنا عندنا مشكلة المنصب همات، يعني ما يدا ينطون ما يسندون منصب للمرأة. تمام. المنصب للمرأة يعني.